أثبتت مجلة ذا أتلانتيك أن هذه التكنولوجيا مذهلة. خاضت المجلة تجربة عملية وطلبت من تطبيق شات جي بي تي كتابة فقرة بأسلوب المجلة يجيب فيها على السؤال التالي: هل سيقلل الذكاء الاصطناعي فرص العمل أمام خريج الجامعات؟ وكانت إجابة الموقع: نعم، سيقلل فرص عمل خريج الجامعات خلال 5 سنوات المقبلة. تابع الموقع: مع استمرار التطور ستكون التكنولوجيا قادرة على أداء المهام التي كان يعتقد سابقا أنها تتطلب مستوى عال من التعليم والمهارة. وبالقطع يصعب التنبؤ بمتى سيحدث ذلك، لكن من الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر كثيرا على سوق العمل. هنا لابد من القول أن على الأفراد متابعة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي للنظر في كيفية الاستفادة منها، وعلى الأفراد أيضا تنمية مهاراتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى يجدوا عملا مناسبا في عالم تسيطر عليه الآلات.